تعز تنتظر الحياة على الأبواب، وإن كانت تبدو مغلقة في وقت سابق إلا أنها تنفتح شيئا فشيئا على يد أبنائها منفردين. الانتصارات في طريقها للتبلور والاكتمال على ما يبدو. تستعد المدينة لمغادرة أحزانها بالتزامن مع بدء الميليشيا الانسحابي تدريجيا منها. ومع اشتداد المعارك بين المقاومة والميليشيا، يجد المواطنون أنفسهم أمام خيار الخروج مجبرين من منازلهم، خاصة وأن هناك حرب شوارع طاحنة تدور حاليا في مختلف مناطق المدينة لتتسبب بموجة نزوح كبيرة بين السكان، وهو ما أدى إلى شلل تام للحياة العامة في أماكن الاشتباكات. فالدمار هو الطابع المسيطر على المدينة، والهروب أصبح الحل الوحيد لنجاة المواطنين بأرواحهم. أما رد الميليشيا فجاء من الجهة الشرقية لتعز التي ما تزال تسيطر عليها. قصفت كعادتها بشكل عشوائي أحياء المدينة السكنية وقرى صبر وقلعة القاهرة ومعسكر الحارس الجمهوري. صار القصف العنيف هو وسيلة الميليشيا للانتقام من هزائمهم المتتابعة في تعز، فيما يتحمل المواطنون النصيب الأكبر من هذا الانتقام. وإن نجوا بأرواحهم فهم لا يستطيعون حماية ممتلكاتهم ومنازلهم من نيران الميليشيا. ينتظر الجميع في تعز الفرحة الكبرى بحلول النصر حين اكتماله وتحرير كافة مناطق المدينة، ومن ثم باقي أراضي الجمهورية.